بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولياء أمور الصف الخامس الابتدائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض نماذج الوزارة في التقييمات والأداءات الأسبوعية في مادة اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول، وهسيب لك نسخة من النماذج لو عايز تحملها في الوصف تحت الفيديو. ما ننساش ده الأسبوع الثامن، الأسبوع رقم 8. الأداء الصفي الأسبوع الثامن، قصة الاستماع سأحاول مرة أخرى. رقم 1، ما الخطأ الذي وقعت فيه بسنت قبل البطولة؟ الخطأ الذي وقعت فيه بسنت أنها ظلت مستيقظة حتى الفجر ولم تتناول فطورها. 2، اكتب 3 نصائح لصديقك الذي سيشارك في بطولة التنس. رقم 1، عليك بالنوم مبكرا والراحة والاسترخاء. 2، تناول فطورك جيدا واهتم بالوجبات الصحية. رقم 3، كن واثقا في نفسك وثابر. من درس السمكات الثلاث. رقم 3، كيف أنقذت السمكة الثانية نفسها من أيدي الصيادين؟ أنها تماوتت وطفت على سطح الماء حتى يظن الصيادان أنها ميتة. القواعد النحوية، أجب كما هو مطلوب بين القوسين. هنأ المحافظ، المطلوب جمع مؤنث سالم. هنأ المحافظ الفائزات، الفائزات جمع مؤنث سالم. شاهد السائح الميادين، كلمة الميادين مفعول به منصوب وعلامة نصبه طبعا الفتحة لأنها جمع تكسير. تعلم التلميذان فن الرسم، التلميذان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. التعبير الكتابي، كتابة قصة. حلل درس السمكات الثلاث إلى عناصر القصة. العنوان، أي قصة لابد أن يكون لها عنوان وشخصيات ومكان وزمان وأحداث ومشكلة وحل. العنوان، بعد العنوان نكتب الزمان، المكان، الشخصيات، المشكلة، الحل. الإملاء، اليوم الأول، النص الإملائي. يكون بعض الناس عاطفيين ومندفعين في التعبير عن مشاعرهم، وهو ما قد يؤدي إلى التسرع في إعطائهم الوعود. القيمة، الوفاء، والمهارة، رسم الهمزة وسط الكلمة. اليوم الثاني، يجب أن يساعد المعلم وأولياء الأمور التلاميذ في إدراك أبعاد عدم الوفاء بالوعود وأثره على علاقاتهم. القيمة، الوفاء، والمهارة، رسم الهمزة وسط الكلمة. اليوم الثالث، إذا لم يكن ما تقوم به صحيحا فلا تفعله، وإذا كان كلامك لا يحمل في طياته الصدق فلا تتفوه به، فكل إنسان عليه أن يلتزم بما يقوله، وكذلك أفعالنا تدل على نشأتنا وبيئتنا، ويجب علينا أيضا أن نلتزم بها. القيمة، الوفاء، والمهارة، رسم الهمزة وسط الكلمة. اليوم الرابع، ازرع الصدق تحصد الثقة والأمانة وتكن أكثر سعادة واطمئنانا، فالثقة هي مفتاح السلام النفسي الداخلي للشخص ولمن حوله. القيمة، الوفاء، والمهارة، رسم الهمزة وسط الكلمة. انتهينا من الأداءات الصفية، ننتقل إلى الأداء المنزلي الأسبوع الثامن من درس سأحاول مرة أخرى. ما الرياضة التي كانت تمارسها بسنت؟ طبعا كانت رياضة السباحة. من درس السمكات الثلاث، اقرأ ثم أجب. وأن سمكة منهن كانت أعقلهن، وإنما ارتابت وتخوفت فعاجلت الأخذ بالحزم، فخرجت من مدخل الماء الذي كان يخرج من الغدير إلى النهر. مرادف ارتابت، معنى ارتابت شكت. مضاد تخوفت، عكس تخوفت اطمأنت. 2، أين كانت تعيش السمكات الثلاث؟ كانت تعيش السمكات الثلاث
في غدير بفجوة من الأرض لا يقربها أحد. القواعد النحوية: علامة إعراب الفاعل والمفعول به، اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين. يمارس هارون رياضة الجري، ما تحته خط، إعرابه فاعل مرفوع علامة رفعه. يمارس هارون، طبعا ده اسم مفرد، علامة رفعه الضمة. 2. شارك نقط في المسابقة، الطالبتان ولا الطالبان ولا الطالبتين. طبعا اللي هنكتبه هنا فاعل، وشارك فعل ماضي للمذكر لأنه لم ينتهي بالتاء، فإذا اللي هنكتبه مثنى مذكر، شارك الطالبان في المسابقة. كافأ المدير نقط كليهما، الفائزين ولا الفائزون ولا الفائزين ولا الفائزتين. كافأ المدير كليهما للمثنى المذكر، لأن لو مثنى مؤنث كلتيهما، ولكن كليهما مثنى مذكر، يبقى نختار الفائزين. كافأ المدير الفائزين كليهما. أخلي بالي هنا نون الجمع مفتوحة لكن نون المثنى مكسورة، وهنا الزاي مكسورة، الفائزين، وهنا الفائزة زاء المثنى الزاي مفتوحة. التعبير الكتابي: كتابة قصة قصيرة، اكتب قصة قصيرة بعنوان قلبي رحيم، مراعيا عناصر كتابة القصة واستخدام المفردات المناسبة مع صحة الكتابة وجمال الخط. العنوان قلبي رحيم، والقصة في قرية هادئة عاش سامي طفل ذو قلب رحيم. في أحد الأيام وجد طائرا صغيرا مكسور الجناح قرب المنزل، شعر سامي بالحزن وأخذه بلطف إلى بيته حيث نظفه ووضعه في صندوق دافئ، اهتم به يوما بعد يوم حتى استعاد الطائر صحته وبدأ يغرد فرحا. حين حل يوم إطلاقه فتح سامي يده وهو يشعر بالفرح والحزن معا، طار الطائر إلى السماء لكنه عاد وحط على كتف سامي كأنه يشكره. ابتسم سامي بعيون لامعة، فهم حينها أن الرحمة لا تعود بالنفع على من نمنحها فقط، بل تملأ قلوبنا بالدفء والسعادة. التقييم الأسبوعي: الأسبوع الثامن، المجموعة ألف، اقرأ ثم أجب. كان الحصان العطوف يسير في غابة بالقرب من إحدى القرى فسمع صوتا، اقترب الحصان فرأى أسدا صغيرا منهكا من الجوع، فأخذه الحصان إلى مجموعة من أصدقائه الحيوانات لترضعه حتى لا يموت. كبر الأسد الصغير وسط تلك الحيوانات، وفي أحد الأيام استيقظ الحصان فوجد الأسد قد أكل بعض الحيوانات التي ساعدته. ندم الحصان وحزن على ما قدمه للأسد. استخرج من الفقرة مرادف متعبا، فرأى أسدا صغيرا منهكا، معنى متعبا منهكا، مضاد فرحة حزنة، جمع قرية قرى، مفرد مجموعات مجموعة. نفس الفقرة: ماذا وجد الحصان في الغابة؟ وجد الحصان في الغابة أسدا صغيرا منهكا من الجوع. 3. مكان القصة: مكان القصة كان الحصان العطوف يسير في غابة بالقرب من إحدى القرى، يبقى مكان القصة غابة أو الغابة. الزمان: وفي أحد الأيام. الشخصيات: طبعا الحصان والأسد والحيوانات. 3. اعرب الكلمة التي تحتها خط في الفقرة. الكلمة التي تحتها خط كلمة الجوع، هنبص على الكلمة اللي قبليها، قبليها حرف جر، اذا الجوع اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. الكلمة الثانية كلمة الأسد، هنبص على الكلمة اللي قبليها كبر، كبر فعل ماض، وكلمة الأسد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. التقييم الأسبوعي: المجموعة باء، نفس الفقرة،
استخرج مرادف يمشي، معنى يمشي كان الحصان العطوف يسير. مضاد ابتعد، مضاد ابتعد اقترب الحصان فرأى أسدا صغيرا منهكا. جمع الحيوان الحيوانات، مفرد الأحصنة الحصان. ماذا رأى الحصان العطوف؟ رأى أسدا صغيرا منهكا من الجوع. مكان القصة زي ما قلنا الغابة، والزمان أحد الأيام، والشخصيات الحصان والأسد والحيوانات. أعرب الكلمة التي تحتها خط. كلمة غابة يسبقها حرف الجر فيه، إذن هي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. كلمة الحصان يسبقها الفعل استيقظ، استيقظ فعل ماض. من اللي استيقظ؟ الحصان، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه مفرد. التقييم الأسبوعي المجموعة الثالثة، اقرأ ثم أجب. استخرج من الفقرة مرادف الحنون. كان الحصان العطوف، الحنون معناها العطوف. مضاد يحيى، عكس يحيى يموت، حتى لا يموت. جمع صديق أصدقاء. مفرد الصغار الصغير. اثنين، ماذا فعل الأسد بالحيوانات عندما كبر؟ طبعا أكل الحيوانات. ثلاثة، مكان القصة الغابة، والزمان أحد الأيام، والشخصيات الحصان والأسد والحيوانات. أعرب الكلمة التي تحتها خط. كلمة مجموعة يسبقها حرف الجر إلى، إلى حرف جر، ومجموعة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. كلمة الحصان يسبقها الفعل ندم، ندم فعل ماض، الحصان فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. بكده إن شاء الله نكون قد انتهينا من الأداءات والتقييمات الأسبوعية الأسبوع الثامن للصف الخامس الابتدائي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.